صباح الخير معلم، صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. ظبط لنا فنجان قهوة بالسكر. تكرم عينك. الله يكرمك. قل لي يا راسك تكرم عينك اخوي. انا بسالك كم فنجان قهوة معلم؟ ليرة وصلنا معلم. معلم مكرم ليرة؟ والله الدولار شوفت عينك يعني كل زلمه ما بعرف الدولار. الله يسلمك على راسك. اهلا وسهلا. نورت. انا صايبك يا عادي. عرفت شلون؟ ماشي تكرم عينك. يا زلمه ما بعرف قولوا لي الدولار. على راس معلم. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. روح يا رب. السلام عليكم معلم. ورحمه الله. يعطيك العافيه شباب. اهلا وسهلا حبيبي. شو قطعة الخبز معلم؟ جردين ونص. ممكن جردين جاري؟ جاري عمو جاري. ايش بدك تفطرنا معلم؟ في فول، حمص، سلاجه، سبعه، فتتين، صفر. ظبط الله صح الفول؟ شو قطع الفول؟ 7 ليرات. كم كان 5 ايام جو؟ كان عمو كان كله على الدولار. على الدولار يعني؟ لا كان. اه والله ظبط الله صح الفول. كثير انت عم تقول لك يلا. السلام عليكم. راس المعلم محمود؟ هلا راس المعلم. خلصت المعلم غيرت كمان. مين طباخ المحل ولا؟ قلت لك ما عاد ترد. عندي شغله ولو خلصتها. راس يا معلم محمود. لك هو هيك. الله يرزق معلم. الله يرزق. الله خلاك الحجي. الله يسلمك معلم. والله بدي اقول لك شغله بس لاجلال منك بشرف. طيب اذا في مجال والله العظيم يعني شوفت عينك البلد الاسعار كلها طاره والخبز والاكل والشرب كل شيء مرتفع سعره وجمعيتي لسه والله على حالها بس انا خجلان اقول لك يعني اعطيتني 400 اذا في مجال شوي يا رب شوفت عينك ايش عم بشتري الحديد عم بضرب راسا على الدولار. والله العظيم انا حاسس فيك وبعرف الاسعار طالعه بس يعني سبحان الله. طب الدولار لما بطلع التجار راسا بتغلي، طب الدولار لما بنزل ينزلوا شوي الاسعار. التجار يا رب احسن تحكي معهم واجبرنا نشتغل نقول يلا. يلا خيو بعين الله. جزاك الله يعين عارك. الله يعين الدرويش. الحمد لله انا عم بشتغل بس غيري بارك لسه. الله يعينك. خلاص يا معلم. خيو اضطرينا ما تجي؟ بالثمانية. ماشي بس امشي. الله يوفقك. لا لا تاكل. على راسي معلم. على راسي يا رب. سلامي. سلامي. السلام عليكم. السلام. ايوه السلام. شو تقول باص؟ 2:30. كيلو هذا ممكن 7؟ كان. جبتين؟ نفس السعر. هذا كان كمان 2:30 كمان؟ حبيبي الاسعار كلها تغير، كله على الدولار. كله على الدولار؟ على الدولار. وهي شو جي جي؟ 6. الاخير كان ب 4:30. اخير انت جاي راس عند الصبح، ما عجبك لا تشتري. لا ما عجبني بطلت دخان كله. والله ما عجبني. عشان الزلمه يعني الزلمه كانت متصله بيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين معلم؟ عيسيبنا؟ أمرني كبيرة مفهوم؟ ايش هي كبيرة صغيرة؟ دواني؟ ايش تعلقها الكبيرة وايش تعلقها الصغيرة؟ يا حبيبي كل شيء له سعره، والصغير ليرة والكبير ليرة. ممكن تاخذوا ليرة بالعملة؟ كلنا ناخذ ليرة، الدولار غليان و الله بيعرف. حتى التواليت صار على الدولار؟ نعم. حطوا كمان بوصة هون عشان العالم تعرف. عملنا اللبس، الأكل، الشرب، الفواتير، مي الكهرباء كله على الدولار، حتى التواليت صار على الدولار. سوك. هاي ليرة صغيرة لأني الله لا يشبع كله البلد ما بينعاش فيها طاولة.